مشاهدي قناة شوف تي في، صباحنا صباحكم مبارك سعيد. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة مكناس. اللي غادي نتكلموا في هذا البث على الموت المفاجئة اللي كتخلينا أو كتصدمنا بأمر الواقع اللي كتدينا أعز وأقرب ناس لينا. فموضوع هذا البث المباشر واش حتى نتوما متتبعي قناة شوف تي في فيتفقدوا شخص عزيز عليكم وتسال قلبكم اللي على حدود الساعة مازال يعني الأثر ديال الفراق ديالو عزيز عليك ما يحس بك إلا اللي مجرب. مشاهدي قناة شوف تي في، موضوع هذا البث هي الموت المفاجئة. طبعا إن لله وإن إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ، لكن الفراق كيكون سبحانه وتعالى يعني أخلق كل واحد وعطى الأجل ديال كل واحد لكل أجل مسمى. هي كل واحد يعني والطريقة ديال الفراق وكل واحد والوقت إلى جات الوقت فما كاين يعني ما كاين حتى شي حد اللي غادي يقدر انه يحبسها. فخير دليل اننا كنشوفوا كاينين شي حالات اللي كتلقاه طاح من السانكيام وجا في الارض وما ماتش، ويعني وكتلقى اشخاص اللي كالمرحوم رحمه الله صلاح الدين الغماري اللي كتلقاه بصحته يعني وبخير وفي الاخير كتفاجئ يعني بالخبر ديال الصدمه ديال الوفاه ديالو. اللهم اجرنا من موت الغفله، امين يا رب العالمين. حقيقه مشاهدي قناه شوف تي في ولينا كنسمعوا هالظاهره ديال او ولينا كنسمعوا الخبر ديال الوفاه المفاجئه او الموت المفاجئ بزاف بزاف بزاف، وحنا عاوتاني في الناظور شفنا وفاه الممثله والمقدمه البرامج الامازيغيه اللي توفات يعني وكانت كذلك بصحة جيدة وكانت يعني على ما يرام. للأسف هذا مكتب الله، طبعا هذا مكتب الله ومكتب الله كيتصرف وكل ما عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طبعا كيف ما دائما كنقول لله ما أعطى ولله ما أخذ، هذا حال الدنيا. هم السابقون ونحن اللاحقون، غير هو طعم الألم اللي شوية كيجي قاصح لأنه الفراق شي إحساس اللي هو صعيب بزاف 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 وما غادي يحس به إلا اللي فرق شخص عزيز عليه ديال بصح، ماشي عزيز عليه غير عادي وإنما عزيز عليه ديال بصح. فما نقدروا نقولوا غير الله يرحمهم ويصبر دويهم ويصبر الأسر ديالهم ويرزقهم الصبر والسلوان ويجعلهم من أهل الجنة ويلاقينا بأعز ناس إلى قلوبنا في الجنة إن شاء الله يا رب العالمين. وربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا الله. فحقيقة الموت المفاجئ هو واحد هي واحد صدمة كتكون يعني كما نقولوا دوبله. شخص الا توفى كيكون مريض او لا كيكون رجل كبير في السن او لا كيكون يعني كيكونوا اعراض اللي هي كتخلي انه يكون عندك الشك بانه يقدر داك السيد يتوفى من دابا سنتين يعني كيكون مريض او لا كبير في السن هنا كتكون اقل حده. اما فاش كيكون بصحته بخير وعلى خير هذه هي كتكون صدمه كبيره وكبيره وكبيره. او لكن هو السند، هو ذاك الشخص هو السند، هو المعيل، هو الاب، هو الصديق، هو الاخ، هي الاخت، هي فحتى انا كيكون طعم الالم كيكون كثير وكثير بزاف يعني وكيبقى راسخ في الذهن ديال الانسان الى الابد. هنا خديجه حراش كتقول ان عمه فقدت الاب ديالي توفى جلطه دماغيه، حتى هادو يعني من الاعراض ديال الموت المفاجئ، جلطه دماغيه سقطه قلبيه يعني كان غادي تطاح كان غادي حتى مات. فحقيقه كذلك ملاك قالت نعم عشت نفس الاحساس او عرفتها على عمر 26 سنه، يعني كانت 26 سنه وفقدت اعز شخص او اعز ناس اليها. فما لنا نقول لكم الا الله يرحم الاهل ديالكم ويرزقهم الصبر والسلوان. فحقيقه نحن جميعا يعني الا من رحم ربي وكيف ما كنقول نوبتنا جايه
يعني هم السابقين وحنا اللاحقين. نوبتنا جاية، والله يعطينا موتى مستورة، والله يعطينا قد العمر، قد الصحة، قد العمر، باش ما نبقاوش كنتعذبوا، ويعطينا طبعا موتى مستورة يا رب العالمين. هنا كذلك مريم المحبة قالت: صدمة قوية اختي، فيقت الوليد ديالي واحد العامين، عامين هادي ونص، مزيان مصدومين، مازال مصدومين، الله يرحمه مسكين، الصحة فاش الجنان. امين يا رب العالمين. مريم المحبة في الله كتقول على انها باقا مصدومة الى حدود الساعة، توفى الولد ديالها هادي عامين ونص، الله يرحمه ويصبركم ويصبر الجميع. فحقيقة هي الموت علينا حق، وانما الفراق اللي كيجي صعيب، الفراق اللي ما كيتقبلو لا العقل ولا حتى شي حد ما كيتقبل الفراق، خصوصا اذا كان شخص عزيز عليك بزاف. فما علينا الا نقولوا انا لله وانا اليه راجعون، ماشي خساره في الله. فاتي الروم كتقول هي كذلك: نعم نعم، يعني ديك نعم، وكتلخص فيها حجم الألم في نعم. فحقيقة الموت هي شي حاجة اللي كتأثر فينا، والموت هي شي حاجة اللي صعيبة، ولكن بالمقابل الله سبحانه وتعالى جزانا بنعمة من نعم الله اللي خاصنا نحمد عليها الله، وهي نعمة النسيان. فرغم كل شيء، رغم كل شيء، ربي كيعطينا نعمة النسيان، وكان بحال اللي كنعاودو الصفحة من الأول. صحيح من حين إلى آخر كيجينا الحنين، كنشوفو داك المكان اللي كان فيه داك الشخص، كنشوفو داك الشيء اللي كان كيدير معانا داك الشخص، كنقول لو كان باقي عايش داك الشخص، أو لا لو علاش بالذات هذاك الشخص مات، علاش مثلا مات فلانة، أو مات ولدي، أو مات أنا، مثلا مات الصديقة ديالي، علاش بالضبط هذيك الصديقة ديالي هي اللي مات، علاش ما مات الصديقة ديالي الأخرى، علاش ما تهي، حيت هي مع انسانه، هي انسانه طيبه. وكذلك مثلا كي كيتوفى الاب او الام، او فدائما حنا كنقولوا علاش ربي، او لا كنقولوا علاش زعما داك الناس المزيانين كيمشيو دغيا، دوك الناس اللي تيكونوا طيبين، وناس اللي تيكونوا مخلقين، وناس اللي تيكونوا عندهم شعبيه، وناس اللي كيكونوا يعني مرضيين بينهم وبين الله وبين والديهم، كيمشيو دغيا علاش. فحقيقة الموت المفاجئ أو الموت الفجأة، فهي حقيقة واحد الإحساس اللي هو صعيب، وصعيب بزاف. فهنايا أنا كنحس بأي واحد توفى ليه شخص عزيز عليه. مريم محبة في الله، وكذلك نعيمة وخديجة، خديجة صباح النور، الله يرحم لكم أي واحد عزيز عليكم. صباح النور، تحياتي لكم من خارج المغرب. الموت المفاجئ صدمة في حياة الواحد، في حياة الواحد، ولا ما كتنساش عمرنا أبدا، ما علينا إلا الصبر والرحمة. صحيح الصبر أو نعمة النسيان هي من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. فكنشوفوا في اللحظة اللي كيتوفى ذاك الشخص كيفاش كنكونوا في حالة هستيريا، وحالة يعني صعيبة وصعيبة، لكن الحمد لله يعني يوم بعد يوم، أو شهر بعد شهر، أو سنة بعد سنة، حتى كسب داك الجمره كتطفى شويه بشويه، حتى كيجينا داك الحنين، يعني كيجينا داك الحنين، وكيولي يعني فيق من الاول، وبي كيولي عاوتاني يجيب لنا، اولا كيولي ينعمنا بنعمه النسيان. هذاك الشيء ودي فين لحظه قد لا حول ولا قوه الا بالله. صحيح يعني الوفاه او الموت خصنا نديروا ليها الحساب ديالها، وخاصنا نسامحوا، وخاصنا نديروا الخير، وخاصنا نفكروا على ان هذه الحياه ما نبقاوش فيها ديما. يا ما ماتوا ملوك، ويا ما ماتوا رؤساء، ويا ما ماتوا اغنياء، ويا ما ماتوا ملايرية، ويا ما ماتوا فنانين مشهورين، ويا ما ماتوا، ويا ما ماتوا. يعني هنا الواحد خاص دائما يستحضر الموت. عرفتي لو كنا حنا جميعا يا مشاهدي القناه شفت اللي كنستحضروا الموت، عرفتي كنا حنا كنستحضروا الموت، كره ما غاديش تشوف في الارض الغناء الفاحش والفقر المدقع، الغناء الفاحش والفقر المدقع، لدرجة أن الواحد ما كيلقى ما ياكل، ولا آخر كتلقاه كيخرج في الليلة كيخسر 10 20 ألف، 50 ألف درهم في الليلة، 30 ألف درهم في الليلة، 40 ألف درهم، هادشي يوميا. ف
هنا هاد الناس كنشوفهم ما كيستحضروش الموت. طبعا ماشي كل شيء، احنا كنعرفوا كاين ناس اللي الحمد لله ربي عطاهم، وكيقول لك ربي عطانا باش نعطيو، لان في هاد الارض ما في حنا مش فيها ما فيهاش يعني دائما. ولكن عادي نقول لله ما اعطى ولله ما اخذ، ان لله وانا اليه راجعون. الى هنا نقول لكم مشاهدي قناه شوف تي في، الله يكتب علينا وعليكم مكاتب الخير، والله يطول عمرنا وعمركم وعمر ما عزيز عليكم، واللي توفى ليه شي حد واللي فقد شي حد الله يرحمه ويصبره، اللي فقد ميمته الله يرحمها ويصبرها ويصبركم عليها ويجعل مثواها الجنه وما لقاكم بها ان شاء الله، واللي فقد الاب ديالو كذلك ما لقاكم بهم في الجنه ان شاء الله، واللي فقد شخص عزيز عليه ما لقاكم في الجنه ان شاء الله. دعيو ليه، راه كل دعوة كتدعيوها كتستافدو منها حتى نتوما لكم حتى نتوما منها أجر. إلى هنا مشاهدي قناة شوف تي في، أنقولكم الله يكتب علينا ويكتب عليكم مكاتب الخير، والله يتليها لنا ويتليها لكم بالخير. وإلى هنا دمتم بألف خير وإلى اللقاء.